الحدث مع أحمد القماطي. الفريق عبد الرازق النظوري رئيس الأركان العامة ورئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أكد في كلمة وجهها مساء اليوم أن تجمعات الأفراح والمآتم ستوصلنا إلى كارثة صحية. كما أكد رئيس اللجنة العليا صدور توجيهات للجيش وللداخلية تقضي بإقفال داخل المدن من الساعة 3 مساء وحتى 7 صباحا مع احتمال أن تتخذ حزمة إجراءات جديدة بصورة تصاعدية. يأتي هذا التطور بعد أن سجل عداد كورونا ارتفاعا قياسيا للإصابات تجاوز حاجز 8000 وبعد أن حصد الوباء أرواح أكثر من 150 ضحية. تلك الأرقام على ضخامتها إلى أن الواقع يبدو أكثر قتامة. شهادات من أطباء رفضوا الإفصاح عن أسمائهم داخل المستشفيات الليبية في عدد من المدن بشرق البلاد إلى جنوبها وصولا إلى المنطقة الغربية رصد ارتفاعا مخيفا في أعداد الوفيات لحالات مصابة بأعراض أمراض تنفسية. بعض تلك الحالات المتوفاة لم يتسنى التأكد من إصابتها لنفاذ المشغلات حالات أخرى رغم أن كل الأعراض تشي بأنها لمصابين بالوباء إلا أن نتائجها كانت سلبية. هنا يطالب الأطباء ويحذرون أن الأمراض التنفسية في هذا التوقيت من السنة ليست طبيعية. يؤكدون أيضا أن فحص PCR عمليا هو قادر على التقاط ما بين 50 إلى 70% من الحالات المصابة. تبقى النسبة المتبقية موجبة يعطيها الجهاز سلبية. كورونا فيروس يقتلع دفاعاتنا الهشة ويتجه للانتشار وبغض النظر عن الأسباب وتقاذف اللوم على التقصير الفساد وانعدام الحس بالمسؤولية تبقى مسؤولية حماية عائلاتنا مسؤولية شخصية وتكمن وصفة النجاة في الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتجاهل الأصوات الجاهلة التي تلوم على الملتزمين وترميهم بأسهم الاتهام بالخوف حينا أو بعدم الإيمان بالقضاء والقدر في أحيان أخرى. هنا يحاول الجاهلون إكساب تقصيرهم صبغة روحانية. أقول دعكم من هؤلاء، فمن يلومك اليوم لأنك لم تزر أو تصل لن ينزل معك غدا إلى قبرك. على الجميع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم تلبية المناسبات الاجتماعية واحتفالات كورونا الجماعية. شعبنا العظيم، سبق وأن نوهناكم على أن الوباء اللي ساير كورونا هذا في البلاد راهو لازم من المحافظة منكم ولازم من الالتزام، ولكن حقيقة أنتم لم تلتزموا. اليوم 434 حالة جديدة، هذا كله من عدم الالتزام والاختلاط وإقامة المناسبات المعازي والأفراح. سبق وذكرتكم شعبنا العظيم، قلنا لكم راهو ممكن حنقوموا بإجراءات تصعيدية في المستقبل، قفل ما بين المدن. الآن نحن نصدر لكم تعليمات اليوم لجميع أفراد الداخلية والقوات المسلحة بقفل المدن نهائيا من الساعة 3 مساء حتى الساعة 7 صباحا. يعني عندك فرصة تتحرك فيها من 7 صباحا لغاية الساعة 3 ظهرا. إذا كان عندك أي منشط خاص أو أي عمل أي سيارة خاصة ممكن تشتغل، والباقي لازم تلتزموا بيوتكم، تمنعوا المناسبات، ممنوع إقامة المعازي، ممنوع إقامة الأفراح، لأن نحن الآن نبو نصلوا إلى وضع كارثي حقيقة. ما يسمى يقول لك في التعايش مع المرض، نحن ما تعايشنا معه، نحن زادنا الحالات الوباء أكثر كل يوم في مدينة حالتين ثلاثة وفاة، أصبح الأمر خطير جدا. وعليه نحن قررنا اللجنة العليا أن يكون قفل ما بين المدن نهائيا وداخل المدن ما بعد الساعة 3 إلى الساعة 7 صباحا يقفل الحركة بين الأحياء والمدن. إذا كان الناس مش واعية والناس مش فاهمة أو في من يحرك فيها بأيادي خبيثة، نحن نفطنوا أن نحن نرى المرض كثير عندنا، حالات الوفاة كثرا بشكل غير عادي وغير مسبوق في ليبيا صراحة. ونحن المواطن تقول لما تديرش فرح ما تديرش عزاء، يعني يا أخي نحن الحفاظ على حياتك أنت بالدرجة الأولى وعلى حياتنا جميعا. فأي إذا كان في أي إنسان متهور
حتمنا الشرطة والجيش. الحدث، أهلا بكم مشاهدين. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة هنا في الاستوديو. أرحب بدكتور مجدي ساسي، أستاذ أمراض الباطنة والقلب، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الأساسية بالجامعة الدولية. أرحب أيضا بدكتور مرعي الحاجي، مدير الخدمات الطبية بمستشفى الكويفية. أرحب أيضا بدكتور رشاد شوقي، أستاذ الأحياء الدقيقة. كما سأرحب لاحقا بعدد آخر من الضيوف في حال تمكننا من الاتصال بهم، دكتور أنس البرغثي مدير مستشفى الكويفية، أيضا دكتور أحمد صالح الفزاني عضو اللجنة الاستشارية العليا طبرق. كما سأستضيف دكتور عبد الحميد الفاخري رئيس مركز مكافحة الأمراض بسبها، دكتور علي زرقة مدير مستشفى ابن سينا بسرت. أبدأ معك دكتور مجدي بعد أن أجدد الترحيب بك. اسمح لي أن أبدأ معك بلغة الأرقام. عداد كورونا يتجاوز 8000 إصابة، الوفيات تتجاوز عتبة 150. كيف تقرأ هذه الأرقام من منظورك دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء المواطنين. بصراحة هذه الأعداد كان متوقع نحن خلال فترة الشهور السابقة، وخاصة بعد جي 3 مع كثرة الاختلاط وانطلاق الناس واستمرارهم في عدم الاهتمام بالنصح من الابتعاد وعدم إقامة المعازي، بل للأسف حتى فتح المحلات اللي أدت إلى تكدس الناس سواء كانت مواد غذائية ولا مقاهي. فكان من المنطق أن نرى ازدياد في هذه الأعداد كما يرى في العالم. لماذا؟ لأننا نتعامل مع فيروس، الفيروس هذا لمدة أسبوعين ليس له أعراض، يبان عليك الإنسان كأنه كامل الصحة والعافية. مشكلة كل الأمراض اللي مرت بها البشرية كانت أمراض لها أعراض، فينتبه إلى من هو مصاب فيبتعد عنه. لكن اليوم نرى أن هناك مرض يتحرك وكأنه قنبلة موقوتة ينفجر بين الناس فيصاب منه من يقع. 80% من الناس ليس لهم أعراض، والخطر هنا من كل 5 هو واحد يدخل العنايات. لكن لما نقوله من كل 5 يدخل العنايات، ما هي المقدرة الاستيعابية لنا عشان نتعامل مع هذه العنايات؟ حتى الناس لما سمعوا كلمة ابقى في البيت ولا اعمل حجر ولا راعي نفسك، كان الاعتقاد بتاعهم ينتظروا في علاج. ليس هناك علاج، لكن الغرض كله أن تقدر الأطقم الطبية تتعامل مع عدد الإصابات ويصبح لنا عدد سرير كافي ندخل به الحالات. لكن عدم الاهتمام، ثم أن الفيروس في ليبيا خلال فترة الدراسات والأبحاث ونشوفه في الدراسات الخارجية غير من الطريقة بتاعها، بدأت الأعراض الترجيع والإسهال، وكثير من الحالات أصيبت قبل أسبوعين وكان ينسب إلى التسمم تمام، وكان يضرب في عائلة كاملة، والبعض يريح رائحة الشم وتعدي حرارة. فاعتقاد الناس أن هذا الفيروس هو عبارة عن آلام في الصدر فقط فهو خطأ، أنه اختناق فهو خطأ. بعض الناس يمر بمراحل بسيطة طفيفة لا أعرض عليه، البعض دوخة، البعض حرارة، ترجيع، إسهال. الخطر أين؟ الخطر أن كل حد عنده أقرباء وعنده أصدقاء وعنده ناس قريبين منك أكبر من السن سيصاب، ولما يقع مش هيلقى من يسعفة، لن تسعف العنايات ولا تنسف التنفس الصناعي. فالحذر الحذر. نحن توقعنا ودرنا دورة ما يقارب قبل 3 أسابيع، وفي الدورة في 3 أسابيع قلنا العدد حاليا 2000، قلت لهم انتظروا خلال أسبوعين نخشوا في الدبل من 2000 لأربعة ستة تمام. وإذاك لو لم يهتم الإنسان ويصدق، صدقوا أن في كورونا، والدليل أن ركع سياسات عالمية أجبر دول كاملة. اليوم في بريطانيا أسست نظام صحي جديد أسمى لإنقاذ البشر، لإنقاذ الإنجليز. يعني احترفت بريطانيا أن المقدرة والتخطيط الطبي اللي له سنوات أصبح عاجز. هذه الدول العظمى، فبالك نحن. طيب، أرحب مرة أخرى بدكتور مرعي الحاجي مدير الخدمات الطبية بمستشفى الكويفية. دكتور، مرة أخرى أريد أن أسألك عن هذه الأرقام، أكثر من 8000 إصابة والوفيات تجاوزت حاجز أو عتبة 150، كيف تقرأ هذه الأرقام من منظور علمي كذلك؟ بسم الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. حقيقة هذه الأرقام مفزعة جدا، خاصة في دولة زي ليبيا عدد السكان لا يتجاوز 6 أو 7 مليون.
وأن نسمع فيها أرقام وفي فترة قصيرة أرقام الإصابات وأرقام الوفيات، هذا يدل على مشاكل حصلت. نحن في بداية الأزمة يعني كانت 4 أو 5 حالات واستمرينا بها شهور، نحكي على البنغازي أو المنطقة الشرقية أعتقد من 4 الحالات الأولى إلى 3 شهور أو 4 شهور لا توجد أي حالة، وفجأة يقفز هذا الرقم، فهذا شيء حقيقة يعني مدلول خطير. فبالتالي هناك مشاكل أو هناك قصور حاصل، خاصة المواطن كما أسلفت دكتور أحمد في المقدمة، إن هذه مسؤولية شخصية، إنك أنت تحافظ على نفسك معناها تحافظ على أسرتك. ليس لما تكون فيه إصابة في شخص لا يعني هو فقط حيمرض، ما هوش مرض قلب ولا مرض اللي هذا مرض معدي، وخاصة لما يأدي كبار السن عنده في البيت، لما يأدي والدة أو والدته، فهذا شيء مفزع. لازم من الآن حتى ما ننظروش للخلف، مش حنخوفوا الناس، مش حنقولوا إن لا هذا لازم هذه مشكلة وهذا كذا حتى يدب الهلع، لا نحن خلينا اللي فات مفروض نحطه عليه. الآن كيف ننقذ أنفسنا؟ هذا أهم شيء نحن ننظر له، كيف ننقذ أنفسنا؟ طيب قبل أن نتحدث كيف يمكن أن ننقذ أنفسنا وهل هي مسؤولية شخصية، لكن قبل ذلك دكتور، هذه الأرقام التي أعلنتها قبل قليل وهي أرقام صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، هل هي أرقام تعكس الواقع؟ لأنه في من يتحدث وربما تكون الأرقام أضعاف هذه الحصيلة المعلنة. للأسف دكتور أحمد، حتى ولو ما هيش أضعاف ولكن الرقم الحقيقي أكثر من هكذا. نحن عارف المشاكل اللي عندنا شح في إمكانيات التشخيص، عندنا عدم قناعة. في ناس إلى حتى وصلت المستشفى وصلوا متأخرين، وفي اللي توفوا حتى بدون معرفة السبب، حالات كثيرة. الآن في تقارير من مستشفيات في ليبيا وفي المنطقة الشرقية بالذات إن حالات كثيرة، حتى اللي داروا لهم تحاليل ممكن يطلع سلبي مش إيجابي، ولكن هذا لا يعني إنه غير مصاب. دقة التحاليل في أحسن الظروف لا تتجاوز 70%، في أحسن الظروف، هذا إذا أخذت بالطريقة الصحيحة، وهي أخذها أيضا يعتمد إذا أخذت بطريقة صحيحة والجهاز لن يرصد ودقته لن تتجاوز 70%، لن تصل للسبعين في المئة. وهذا ليس تقصير في المستشفيات أو في العاملين في القطاع الصحي، تتحدث أن هذه النسبة هي نسبة عالمية. نعم نحن دولة فيها العالم، ما لناش بمنأى على العالم، وقد نكون معرضين، ولكن إن الأرقام تتضاعف في وقت قصير بهذا الشكل، هذه الأرقام اللي تم تشخيصها، يعني الأرقام اللي عندك دكتور أحمد، هذه اللي العينات كانت إيجابية، وعندنا حالات أكثر منها بأعداد كبيرة غير يعني لا طبعا غير معلنة، مش غير معلنة لين عن قصد، لكن التحاليل التشخيص متاعها كانت سلبية. طيب قبل أن ننتقل لدكتور رشاد، فقط أريد أن نعود لدكتور مجدي الساسي. دكتور، أنتم كاستشاريين في الأمراض الباطنة، هل رصدتم فعلا ارتفاع في نسبة الإصابات أو الحالات التي تأتي بأمراض تنفسية حتى وإن لم تشخص بأنها مصابة بكورونا فيروس؟ نعم يعني ممكن حتى الصحة العالمية قبل ما يقارب عن أسبوع اعتمدت الاحتدام الأساسي أن أي إنسان يشكو من حرارة واختناق في النفس ودرت مع صورة أشعة صدرية فهي دلالات كورونا. للأسف نحن عندنا منطلقين، المنطلق الأول أن في بعض المرضى يجوا بأعراض متأخرة المستشفيات، وهذا المريض نتيجة لتأخر التشخيص يبحث من مستشفى إلى آخر ومن طبيب إلى آخر بدون تشخيص، هذا التأخر يؤدي إلى زيادة انتشار المرض، ونفس المريض هذا يجد متواجد في البيت تحت علاج أبنائه وعطيت له التعليمات بالحجر المنزلي، والحجر المنزلي هذا عنده تعليمات الخاصة، عنده بنود أكثر من 18 بند لا يطبق، لو لم تطبق فأنت ساعدت في انتشار المرض. زيادة عليه أن الناس هذوما لما يعطوهم علاج يجد تحت المتابعة وهو مش متوقع كوفيد، للأسف يجيك بعد فترة في هبوط الأكسجين، ونحن يمكن قبل يومين أعداد كثيرة أكثر خلال ساعتين ممكن أكثر من 10 حالات اختناق في النفس والصدر وكريم باريلات، يعني كان منظر مؤسف يروح الواحد منهار نفسيا، يعني ناسنا الكبار فجأة كلها طاحت تدفع ضريبة العيد تود، لأن العيد انطلقوا من غير كمامات يحتكوا ويشوفوا ويزوروا ويقعمزوا بعضهم تود تدفع في الثمن. كما حصل في سبها، بمعنى الارتفاع المخيف الذي حصل في الأرقام جاء بعد
10 إلى أسبوعين من عيد الفطر. نعم. والآن تعتقد أن بنغازي ومدن أخرى تدفع ثمن ربما الزيارات الاجتماعية في عيد الأضحى. نعم. الآن بدأت هناك ارتفاع كبير في أعداد الإصابات بكورونا أو مصابين بأمراض تنفسية حادة، قد يكونوا مصابين فعلا بكورونا حتى وإن لم يؤكد تشخيصهم بها. لكن اسمح لي أن أنتقل الآن لدكتور رشاد شوقي أستاذ الأحياء الدقيقة. دكتور أهلا بك، كيف تعلق بداية على هذه الأرقام وهذا الارتفاع المخيف في أعداد الإصابات بكورونا فيروس في ليبيا؟ طيب، السلام عليكم، شكرا على إتاحة الفرصة. أولا أتفق مع ما ذكر يعني زميلي دكتور مجدي والدكتور مرعي فيما ذكروا عن أن الحالات في تضاعف وتزايد، أن العدد الحالي هو لا يعكس مدى انتشار الفيروس في المجتمع. بالتأكيد الأعداد قد تفوق هذا الرقم الذي ذكرت، بالإضافة لأن دائما مع انتشار الأمراض المعدية منظمة الصحة العالمية حذرت عدد من المرات من كل الدول بالأخذ بالمعايير اللازمة للوقاية من الفيروس وعدم الاستهتار بالانتشار المجتمعي. فأعتقد أن الأعداد هي أكثر مما ذكرت، وأتفق تماما مع كل الإجراءات الاحترازية وكل الإجراءات الصارمة التي سيتم اتخاذها بالتباعد الاجتماعي وتقليل ساعات التنقل في المدينة. طيب، مرة أخرى أعود إليك دكتور مجدي الساسي، هل تعتقد أن هذه الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا آخرها الصادر مساء اليوم بزيادة عدد حظر أو ساعات حظر التجول من 3 مساء وحتى 7 صباحا كافية قادرة على الحد من انتشار الوباء؟ هذا القرار في حد ذاته لن يساعد لو لم يعتمد على وعي الإنسان. الإنسان الناس اللي نحن أهلنا هم لابد يكون عندهم الوعي والإدراك. قرار واحد غير كافي للحد من الفيروس، لابد يعني الناس ان كل التعليمات تعطى هو للحد من الانتشار من الفيروس، مش هنوقف، فيش حد يوقف الفيروس لكن تحد من الانتشار. لكن حد الانتشار يعني زملائنا مره نصحوا عائله بانها تقعد في حجر صحي، عدوا 4 حائلات قعدوا في حوش واحد، مش هذا الحجر الصحي. تمام، الحجر الصحي له تعليمات الخاصه. لو الانسان، لو الناس ما زالت تطلع وتقعد في اجتماعاتها وفي ملماتها وفي زياراتها، والإنسان المصاب لأن القدرة الاستيعابية للمستشفيات في بنغازي لن تقدر لا في بنغازي ولا في العالم، وإذاك لما ننصح إنسان يقعد في البيت، لو هذا الإنسان لم يتخذ إجراءات الحجر الصحي الصحيحة واستمر في الاحتكاك واستمر الزيارات فهو مصدر وباء ينشر في داخل البيت. ولذلك الحد من حركة الناس في حد ذاته لو ما يتبعش وعي من الناس واهتمام بهذا الامر وتصديق ان الامر ممكن يقتل. انا قبل ما نجي حد يتصل بي قال لي دكتور انت حضرتك تكلمت بقوه على هذا المرض، قال لي يا دكتور خويا كان تنفس صناعي لمده شهر في المانيا يكلم فينا رد بالكم، رأى الفيروس هذا يقتل. تمام، صح، الفيروس فيروس غريب، جندي مجهول، انت تتعامل مع جندي مجهول، هذا الجندي المجهول هل يجي يفجر نفسه فيك، هل يعطي رصاص، هل يخطمك ما يقربكش، الله اعلم. فالقصه مش مرميه للمناعه، اللي يعتقد ان المناعه تحميه لا تحميه، لو حماته رماتوش ناس عمرهم الأربعين والخمسين. في كل الدراسات العلميه في الدول الغربيه وفي اسيا في اوروبا في امريكا الحوامل يصابن في الشهور الاخيره. في ليبيا لغايه توا 3 حالات تصاب في الشهور الاولى. ما الذي يعني ذلك تفتكر؟ معناها في تغير في اعراض الفيروس. الفيروس من قبل كان الصدر، حاليا في حالات قلب، يعني الاستياء اول امس لما شفنا كانت كلها حالات قلب، عضله القلب تعبانه وجايب دهشه، اخذوا الدهشه حطوها على القلب نسوه كورونا، كورونا قاعد يشتغل ثلاث ايام يعدي في الناس اللي تراه. فحتى قدوم المستشفى متاخر، اصابه كورونا في حالات القلب من اعلى المعدلات في العالم كله. الناس اللي عندها السكر دار عمليه وطالع بعدها حراره اصيب بحراره من خذاها اللي يزور فيه اللي يجي الله اعلم. يعني قبل يومين كاتبين بحث جديد ان في الدول الافريقيه السبسس اللي هو التجرثم عند الاطفال جديدي الولاده كورونا. فانت تتعامل مع فيروس مجهول الهويه. اسرع فيروس اكتشف خلال 8 اشهر، لكن شيء خفي عليه لغايه الان لم يصل له الانسان. لو كان التحليل البي سي ار كيف ما الناس تعتقد ولا تحليل السريع هذا
يكف من انتشار المرض ويطلعنا المريض المصاب، رأى العالم ما حقق هذا الارتفاع الرهيب. جنوب أفريقيا اللي قاعدة قبل ما يقارب عن شهر ونص كانت الإصابات لا تتعدى 400، حاليا الإصابات 500,000 في خلال شهر ونص، 500,000. وللأسف أنت تتخوف من هذا السيناريو في ليبيا. نعم، في قراءتك لهذه الأرقام. نعم. عدم تصديق الناس. نحن قبل يومين لما الإنسان كان جاء من الساعة 3 لغاية 4 شاف وضع المستشفى وكيف الاستهتار المواطنين، كل إنسان نتكلم عليه مجيوب جايين مع 4-5 ناس يكروا فيه بالبريلات وقاعد يكحكف معه معدي، يعني حتى الاهتمام الأقرباء مش مهتمين ومش مصدقين، مازال ما عندهم تصديق أن هذا الفيروس قد يؤدي بحياة الإنسان، مش لابد كبير في السن. والحقيقة الثانية، كثير من البشر يعتقد أن كبار السن هم أكثر عرضة، لا، في الدراسات العلمية كلها من 100 شخص يصاب 8 بس كبار في السن، أكبر ناس تصاب هي ما بين 20 سنة إلى 60 سنة، وهم مصدر الوباء، هم مصدر العدوى، ومصدر العدوى الآخرين يقضوا على أباهم وماتوا. فأقل شيء، أقل شيء يندر بر الوالدين إنك لا تنقل المرض لأباك، أقل شيء. لو تبي مش مهتم تبي تنشر هذا المرض لكن لا تؤذي أباك وأمك، وبعدين جيت تقدر تصرخ وتعيط وتبكي وتبي حل. ولذلك مسؤولية المواطن، فهم المواطن، اهتمام المواطن، اهتمام الإنسان، التعامل مع هذا المرض. عند بعض الناس إنفلونزا صح، بسيطة عادية، عند بعض الناس ما فيش أعراض مزبوط، لكن بعض الناس يكترهم. طيب دكتور، كيف يمكن أن نتعامل مع هذا الخطر؟ بمعنى أنه هل تنصح الآن أي مواطن يصاب بأعراض تنفسية حتى تلك الشبيهة بالإنفلونزا العادية؟ نعم. ما هي النصائح التي توجهها لهؤلاء؟ تمام. هل يتعاملون مع أنفسهم ومع محيطهم وكأنهم مصابين بكوفيد 19؟ أكيد. أكيد أي إنسان يبدأ عنده، يعني إحنا خلال يومين واجدين اتصلوا، ما فيش داعي للمستشفى، مش مطلوب منا حضرتك تجي تعمل مستشفى وتنشر المرض. أعراض بتاع الحرارة، برد، زكام، سكيف الخشوم، وجيعة في العظام، سطار، جسمك مكسرة كله، دوخة، ترجع وسهل وتحسبها نزلة، أنت قاعد حاليا في وباء، فهذه أعراض وباء. دبينا صدرك كويس، انفسك كويس، لأنك مريض سكر، ولا عندك مشكلة في القلب، ولا تأخذ في علاج كيماوي، ولا تأخذ في علاج شعاعي، وما عندك ورم، سنك لم يبلغ 70، فأنت تقدر تقعد في الحوش وعندك تعليمات اللجنة، بارك الله فيها اللجنة السريرية، بارك الله فيها مجهود بالكبير، داروا ورقة من شهور، تعالوا عندهم الأرقام. في أي تغير في الأعراض اتصل. هذا الكلام مش في ليبيا، في العالم كله، مش مطلوب من حضرتك أنك تجي من عيادة لعيادة. أنا أأسف أن شفت حالات تذهب من عيادة لعيادة ومن طبيب الطبيب، يدير في صور كمبيوتر، صور كمبيوتر على دماغه وما لاش علاقة، والشخص اللي خش مصاب هيجي بعده شخص غير مصاب وهيأخذ منه المرض. حد من حركتك، مش مطلوب منك لما تمرض تجينا. نحن لا نرسل رسائل تخويف، نحن نرسل رسائل نصح وإرشاد حتى نحافظ على كبارنا ورسنا. مرة أخرى أعود إليك دكتور مرعي الحاجي. الآن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أصدرت جملة من القرارات الجديدة، من بينها مساء اليوم زيادة ساعات حظر التجول. هل هذه الإجراءات كافية أم يجب أن تصحب بإجراءات أخرى برأيك دكتور؟ أنا هذه الإجراءات أتفق معها تماما، لكن أتمنى أن يضاف عدة نقاط لهذه الإجراءات. ارتداء الكمامة وفرض غرامة على أي شخص لا يرتدي كمامة هو في خارج البيت، خاصة في المكانات المزدحمة، خاصة في إذا كان فيه أي مكان زي المكانات العامة زي المصارف. المواطن يقول لك أنا لا، هي لما تجي سيولة أنا غصبا عني لازم كيف اللي بنعيش، مش مشكلة يرتدي الكمامة. التباعد المجتمعي أو المكاني، الفرض تقنين وتقليل المناسبات الاجتماعية خاصة المآتم والأفراح، أي مناسبة اجتماعية تقليصها بشكل كبير جدا، تقنن أو يعني تضيق على أقل قدر ممكن. كل الحالات اللي جتنا، أنا باعتباري طبيب أمراض صدرية، وهذا المرض أو هذا الوباء هو أعراضه أغلبها أعراض صدرية، فأغلى أول ما يتجه المريض يجي للطبيب الصدرية في العام ولا في الخاص. لما تسأله توا زي ما قلت حضرتك على العيد، كل أغلب الحالات اللي نحن شفناها حاليا بدأت الأعراض من ثالث يوم العيد، خلال الأسبوع الأول من العيد. ولما تسأل يقول لك فعلا ممكننا في العيد وجونا وفي اللي عندهم طبعا مناسبات اللي وغيرك، اللي يقول لك لا والله أنا كنت في مأتم من فترة، أنا كنت في فرح من فترة. فياريت اللجنة العليا كيف ما نقول إن تزيد عليها
ان هي ينقصوا يضيقوا المناسبات الاجتماعيه، ارتداء الكمامه يكون ضروري وفيه فرض غرامه لمن لا يرتديها، وكذلك التباعد المكاني او التباعد المجتمعي اللي في يحصل في المصارف او في اي مكان يعني يكون فيه ضروري الخروج. النصيحه للناس يقلل الخروج بقدر الامكان الا للحاجه الضروريه، يرتدي هو، هذه مسؤوليه شخصيه له، حتى ولو الدولة ما فرضتش الكلام هذا بس هو يحافظ على نفسه، مسؤولية شخصية، لازم يرتدي الكمامة، لازم، ما فيش داعي إنه يدخل لأي مكان فيه زحمة. الناس بروحها لما تكون واعية وتكونوا في مكان فيه زحمة زي المصرف ولا زي أي مكان، يخلوا المسافات بينهم اللي هي المسافة الآمنة المترين، يرتدي الكمامة حتى لو في حد مصاب وكلهم مرتدين الكمامة، مش حيتكون العدوى نسبتها ضعيفة جدا لنقل العدوى. فانا والله يا ريت انا بس اللجنه العليا تركز على قصه الكمامه ولا الكمامه. طيب بدك اضافه دكتور؟ تفضل. الكمامه ذكر نائب وزير الصحه الامريكي قبل اسبوعين، فكان يتكلم على اهميه الكمامه لكن مش قادر يفرضها من ناحيه حريه الانسان في امريكا، فاعطى مثال، كان اثنين هير دريسر، الناس اللي بتاع الاستشوارات بتاع الشعر وكذا، تمام، فهم اثنين كانوا مصابين بكورونا لمده 5 أيام كامله لم يتلقوا العلاج، وبعد 5 أيام أدركوا عدة دور تشيك، شافوا 150 اشتغلوا على 150 شخص في الدرسين، 150 شخص كانوا هم اثنين مصابين لكن لابسين ماسك، مصابين لابسين ماسك، 150 شخص لم يصاب أي شخص من 150 نظرا للالتزام المهمة هذه، يعني اللي هي الكمامة. الكمامة يعني لما تكون لابس كل لابس كمامة ومحافظ على المسافة، نسبة العدوى زيرو. هذا ما صدرته منظمة الصحة العالمية، نسبة العدوى صفر، لكن يكون المصاب وغير المصاب لابسين، والتباعد اللي هو مترين. فقال هذه كافي دليل، هذه كافي دليل أن اهتم بالكمامة. طيب مرة أخرى أعود إليك دكتور رشاد شوقي، أستاذ الأحياء الدقيقة بالجامعة الدولية. دكتور، اليوم نحن أمام حزمة إجراءات جديدة وتوسيع في ساعات الحظر، هذه هي القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، برأيك هل هي كافية فعلا؟ هل هي قادرة على الحد من انتشار الوباء؟ طيب، هو أنا أعود لكلام دكتور مجدي، في كل الدول دائما نسبة الوعي، كل ما زاد الوعي كل ما زاد السلوك الإيجابي تجاه الوقاية من المرض. في دراسة أجريت على الدول العربية ودول شمال إفريقيا، قد تنشر في الأيام القادمة، وليبيا هي جزء من الدراسة شاركت بها الجامعة الدولية، وجد أن نسبة الوعي في مواطنين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة عالية قد تتجاوز 90%. المشكلة أن نسبة الوعي لا تتطابق أو لا تتماشى مع نسبة تطبيق الوعي، يعني معظم السكان هم كل المواطنين يعلمون جيدا الاحترازات الأمنية، يعلمون أهمية التباعد الاجتماعي، يعلمون أيضا ضرورة لبس الكمامة. فصراحة الأمر الذي يستحق الدراسة هو المبرر لهذا السلوك الانتحاري، خلينا نقول سلوك انتحاري. يعني دكتور تعتبر أنه عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أو ارتداء الكمامة من قبل المواطنين أنت تعتبره سلوكا انتحاريا في مواجهة وباء كورونا؟ بكل تأكيد. لكن في الأول هو أنا مع دراسة أسباب هذا السلوك، يعني هل معدل الحوجة الاقتصادية هي مبرر، مثلا نقص الكمامات في الأسواق، الحوجة للخروج للعمل مثلا هي أشياء يجب أن تراعى. الأمر الثاني الوازع الاجتماعي، في كل المجتمعات العربية يعني من الصعوبة بمكان أنك تجبر أحد، يعني أنا أستشهد بدراسة حتى في ماليزيا أنه السلوك الانتحاري دائما لدى الشباب، يعني الشباب هم الأكثر ميولا لرفض التقييد والالتزام. لكن في ماليزيا وجد أن الأعمار فوق 50 سنة هي التي يعني تتجنب أو لا تتجنب الزحام، فبالتالي هو الوازع الاجتماعي قد يكون هو السبب. يعني إذا يعني إحنا شعوب تعودنا على لوم، مثلا إذا حد ما جاش لفرح أو لترح، إحنا تعودنا على إلقاء العتاب واللوم، فبالتالي محتاجين إنه يكون في مش توعية فقط، وصول لعدد من الشرائح الاجتماعية المهمة، يعني كبار العائلات، العاملين في المناطق الأسواق والمناطق العامة، الأشخاص الذين لا تصل إليهم رسالة الإعلام عن أهمية إجراء الاحترازات اللازمة.
طيب أنت الآن تتحدث ربما عن بعض المشاكل الاجتماعية، بمعنى أنه نحن نتحدث أو ننصح بالتباعد الاجتماعي، مع ذلك لازلنا أو لازال كثير منا تحت تأثير الخوف من اللوم إذا لم يلبي مناسبة اجتماعية معينة، وأنت تؤكد أن هذا الأمر هو سلوك انتحاري، وعلينا الابتعاد عن المشاركة في هذه المناسبات لأنها ساهمت في انتشار المرض، ويجب أن نضع أيضا هذه الواجبات الاجتماعية عنا أو نضعها عنا قليلا هذه الفترة حتى نتمكن من تجاوز هذه الجائحة. دكتور، بكل تأكيد، بكل تأكيد. يس. طيب مرة أخرى أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو دكتور مجدي الساسي. دكتور، أيضا ألمح اليوم الفريق عبد الرازق النظوري أنه سبب رئيسي في انتشار وباء كورونا هو المآتم والأفراح والمناسبات الاجتماعية. ما هي النصيحة التي توجهها في هذا الصدد الآن للمتابعين والمشاهدين؟ هل تنصحهم بضرورة عدم التوجه إلى هذه المناسبات؟ جميل، بارك الله فيك. طبعا هو نحن الأمور الطبية الصحيحة تمام إن الناس لما تتوجه لهذه المناسبات فيصبح الإنسان في عرضة من الخطر. للأسف هذه المناسبات في أغلب الأحيان لا يتوجه فيها إلا الكبار، ما يتوجه لها الشباب عادة، في أغلب الأحيان يتوجه الكبار، ونحن الكبار هم اللي خايفين عليهم، هم العرضة لهذا المرض، هم اللي يخشوا في المشاكل بتاعته. ولذلك أعتقد أن حاليا أنت قاعد في عهد الاتصالات، أعتقد كل إنسان كبير في السن، شاب، امرأة، كذا، عنده في يده قاعد موبايل، عنده الواتس، عنده الفايبر، عنده، فهناك طرق اتصال عديدة. يعني واحدة من الأشياء اللي يعزى لهذا الفيروس في العالم كله يقولوا له الفضل أن عرف قيمة التليميديسن، أصبح الناس تتخاطب عن طريق اللي هو الاتصالات من غير ما تحتك ومن غير ما تجلس وتدير مؤتمرات عن طريق البعد والاتصالات. فإن كان وجدت هذه الاتصالات، ليش أنا نرغم نفسي أن عدي عرضة؟ في بعض المناطق في المنطقة الشرقية 70 إنسان أصيبوا مع بعضهم، 50 كانوا كلهم في نفس العزاء، 50 كانوا في العزاء، 10 دخلوا العناية المركزة، 5 خشوا تنفس صناعي، 2 توفوا خلال أسبوع أحد المناطق. تمام، معناها لما يقعدوا عندك 70-50 أصيبوا في داخل العزاء، وبعدين العزاء بتاعنا معلش يعني عزاء ينقسم قسمين، قسم الرجال وبتاع النساء. مأساتنا في ليبيا قسم النساء لما جيت بتجلس تقعد جنب الإنسان وتعزي فيه وترسك فيه، وقعد مكان فيه عرق وقعد فيه مية وقدم له المية. فكان في شخص مصاب يكح في المنطقة المسكرة هذه يعدي الكل، وأكثر الناس أكبر في السن. نحن هي ما نبوش نقطع الناس لأن في طرق اتصال موجودة، لكن ابعد لأن في طرق معذور. أنت حاليا قاعد في أزمة، أزمة أرهقت أمم، أرهقت دول، أرهقت شركات، أرهق سياسات، فتلقي بنفسك وبعدين تبي الطبيب ينقذك، مش هينقذك الطبيب، مش هيقدر. الأمور مكبلة في يديه، مكبلة. أعتقد في بنغازي حاليا ما لا يقل عن أكثر من 10 من الناس قاعدين على تنفس صناعي. لما يوصل نيل المريض إلى التنفس الصناعي ما يخدعكش الإعلام، خوتنا أبائنا أماتنا ما يخدعكش الإعلام، التفرج على التلفزيون في الجزيرة والتفرج على ليبيا والتفرج على أوروبا وتشوف أمريكا، وتعتقد أن الدول بدأت تصنف في التنفس الصناعي. أجهزة التنفس الصناعي 50% من الناس يموتوا من أجهزة التنفس الصناعي، أجهزة في أحسن مراكز في العالم. يعني ممكن حتى حاليا خلال فترة الشهور الأخيرة في الشهر الأخير من الدراسات العلمية، ابعد الإنسان اللي عنده الفيروس على التنفس الصناعي، ابعد أكثر ما تقدر إلا كان في إنديكيشن، إلا إذا كان في توصيات، توصيات طبية أسباب تدعو لذلك. لكن دكتور، هذه الجملة التي تتحدث بها الآن مهمة للغاية، أنه في بعض المواطنين الآن قللوا من خطورة الوباء، وأنا على صعيد شخصي قرأت تعليقات من البعض يتحدثون أنه خطورة هذا الوباء تكمن في مضاعفاته التي قد تصل بالمواطن أو بالمريض لجهاز التنفس الصناعي، وكأنه جهاز التنفس الصناعي سيكون الحل أو الترياق الشافي لكل هذه الأزمة، ويسألون لماذا تكبرون من القصة ومن الموضوع وتضخمون من خطورة هذا الأمر طالما أنه الحل في جهاز التنفس الصناعي. أنت الآن تؤكد وتتحدث بالأرقام أنه 50% من الذين يعني يركب عليهم جهاز التنفس الصناعي يموتون من الجهاز. عفوا، هذه في الدول المتقدمة في مجال الصحة، مش عندنا، عندنا 50% أكبر، نحن 100% حقيقة. حقيقة نعم، حقيقة 100% نعم، 50% في أحسن الدول، هذه لو أحسن الدول في الخدمات الصحية. نعم، لو وصلنا التجرثم دم، وصلنا في فشل الأعضاء، قصة هذا الفيروس
ينقص نسبة الأكسجين والإنسان ما يحسش به، يخش في اختناق، معدل الأكسجين يبدأ الأطباء يعالجوا فيه، عشان تسمعوا فيه يبدأ يعالجوا فيه. نسبة الأكسجين الري هذه لله عز وجل أعطانا لنا اللي فيها حوصلة هوائية، المساحة بتاعتها مساحة ملعب تنس أرضي من 50 إلى 70 متر مربع. يجي الفيروس يأكلها كل الفيروس، المناعة بتحارب الفيروس، تضرب الرية وتضرب الفيروس، تدمر الرئة، تخش في ارتواء، المية تعبي الرية، يبدأ الدكتور يدي التنفس الصناعي. هذا التنفس الصناعي هيغير الديناميكية الطبيعية، الحركة الوظائف في الجسم تبدأ تتغير، يبي يعدل الأكسجين. لو رجال الأكسجين بنسبة كبيرة هيتليف الرية، لو نقص عليه الأكسجين يأخذ فرصة الفيروس، لو عطاله كمية من الهواء أكثر من المعدل تنضرب الرية وتقطع. يعني لا تعتقد أن في تفاصيل طبية لازم تكون مبسطة ومسهلة حتى توصل لكل مواطن، تقطع ما سيحصل. يعني لو وصل للتنفس أو للفيروس للرئة وأثر عليها بشكل كبير، هذه هي الخطوات اللي يحكي فيها الدكتور حاليا، هذه تحصل كلها بالشكل. يعني اعتقد انت بين خيارين احلاهم مر، كيف ما يقولوا الدكتور، نحكي لك لما يكون قدام المريض هكذا زي ما كان بعضهم، بعضهم يغرق في البحر. تشوف الناس اللي تغرق في البحر الميه تطلع، زملائنا اللي يشتغلوا في العزل، هلا يا دكتور لما يطلع الميه في الروايه بتاعتها نبطل ونحن الناس ما تكملش، لا تعدل الاكسجين ولا الماكينه ساعدته ولا نحن كملنا الميه اللي تطلع. من وين تطلع الميه في الروايه؟ ولذلك الوقاية خير من العلاج، وما عندناش علاج. دكتور، عندما نتحدث عن نسبة لعدد الوفيات مقارنة بالإصابات عالميا 2% تقريبا، أنت الآن تتوقع أنه لا قدر الله لو انتشر هذا المرض أكثر في ليبيا فإن النسبة ستكون أكبر؟ أكيد، لعدة أسباب، منها ربما أن المنظومة الصحية هشة وغير قابلة على استقبال الأعداد الكبيرة من المصابين المتوقعة، ليس كذلك؟ دكتور أحمد، الموضوع غير المنظومة الصحية، حتى ولو نحن سلمنا عندنا موضوع منظومة صحية ممتازة، مش هتقدر تستوعب كل الأعداد لما في الانتشار السريع. الآن نحن دخلنا في الانتشار السريع، نحن الآن في الانتشار السريع، يعني نحن متوقعين إن حجي أعداد، لو الناس راهو الناس مش الدولة، الناس الوقاية تبدأ من الناس. لو المواطن ما كانش في مستوى من الوعي إنه يقي نفسه ويقي مجتمعه ويقي أهله، حتزيد الأعداد. مهما كانت منظومتنا الصحية ممتازة حتعجز، حتعجز زي ما حصل في كل الدول العظمى، في إيطاليا، في الناس تموت في الشوارع. يعني مهما كان أنت، يعني مش معقولة تجهز 6 مليون جهاز تنفس صناعي، هذه لا عندنا ولا في ولا في أي في أحسن دولة. ومرة أخرى حتى لو كان لديك 6 مليون جهاز تنفس صناعي اللي يوصلها معناها كم حيكون يعني 3 مليون هذه في أحسن دولة حيموتوا، يعني الكارثة. يعني أنا بس بنضيف نقطة، إن راهو الكلام اللي يقول فيه نحن ممكن يعني مش ترهيب، ما هوش إثارة الهلع بين الناس، لكن نحن والله خايفين لأن نشوفوا فيها، وما زال الأمر راهو ما زال تحت السيطرة. نحن إلى هذه اللحظة نحن بدينا نقدر نوقفه، كل اعتمادا على المواطن مش على حد آخر، لا على طبيب ولا على مستشفى ولا على دولة، المواطن. لو كان المواطن وصل لمستوى من الوعي حنقدر نوقفه في خلال أسبوعين، أسبوعين من الآن حينزل الكيرف، حينزل المنحنى. نحن لأن اللي لو تخيلنا اللي الآن إلى هذه اللحظة المصابين لهذه اللحظة حتبدأ ممكن يجوني بعد أسبوع، أقصى واحد حيجيني بعد أسبوعين. لكن تخيل أننا من هذه اللحظة الناس وصلت لمستوى وعي، البسوا الكمامة، حافظوا على دار التباعد المجتمعي والتباعد المكاني، حتنقص نسبة الانتقال، وبعد أسبوعين حنقعد نسجله في أرقام أقل بكثير من الآن. يعني الموضوع بسيط جدا لو نحن عندنا رغبة فعلا في إيقافه. لو نحن مازلنا مستهترين إلى هذه اللحظة، مازلنا مش مصدق، اللي مش مصدق واللي مصدق ويقول لا ما فيش، واللي مش معدل، حنوصل وحتزيد الأعداد بتضاعف أكثر منك وأكثر بكثير يعني. وهذا اللي لا نتمناه حقيقة يعني. طيب، التعويل على وعي المواطن فقط كافي دكتور؟ طيب، تتحدث عن نسبة كبيرة من المواطنين ينكرون وجود هذا الوباء، كيف يمكن أن نتحدث الآن عن دور لهم في وقف هذا التصاعد المخيف والمرعب في الأرقام؟ الحل خطين، الحل لازم يكون عليه خطين متوازيين. الخط الأول التركيز على التوعية، وهذا ما نتمناه من اللجنة الاستشارية، التركيز على التوعية في جميع وسائل الإعلام. الخط الثاني الأمر، حتى لا نترك مجال للي مستهترين مستهتر إنه ينشر. يعني هذا زي ما قلت لك مضر للمجتمع كله مش لنفسه. فنحن لازم نمشي في خطين، لازم نوعي المواطن ولازم تكون في أوامر صارمة.
يجب أن تكون هناك قوية. أوامر قوية وصارمة. نعم. أيضا في خط متوازي مع التعويل على وعي المواطن. نعم. لكن لا يمكن أن نعول فقط على وعي المواطنين أو نطلب منهم ارتداء كمامات دون أن تفرض هذه الإجراءات بالقوة كما فرضت في دول أخرى. نعم. هناك غرامات تفرض على المخالفين في أوروبا وفي دول أخرى، هناك فرض لهذه الإجراءات بالقوة في الصين وفي أماكن كثيرة من العالم ساهمت في الحد من انتشاره أو محاصرة الوباء فيها. لكن مرة أخرى أعود إليك دكتور رشاد شوقي، التعويل على المواطن فقط يكفي أم يجب أن نتحدث أيضا عن ضرورة أن تطلع الدولة بمسؤولياتها وأن تفرض القوة كذلك للحد من انتشار الوباء؟ هو بالتأكيد التعويل فقط على وعي المواطن زي ما سبق وذكرت، هو المواطن يعي خطورة المرض ويسمع بنسب الوفيات قد تكون 4 أو 5%، لكن لا يرى المشهد الكامل. يعني دائما لما يكون بؤرة الانتشار بعيدة عن الشخص أو لم يسمع بشخص من أقربائه أو من معارفه أصيب بالفيروس أو توفى للفيروس، قد يخلق الأمر نوع من الإدراك السلبي تجاه الفيروس أو أن الفيروس يصيب غيره من البشر. فبالضرورة وصول النسب، إحنا عندنا قاعدة كل حياة مهمة، يعني حتى لو كانت نسبة الوفيات 1%، كل حياة هي مهمة بالنسبة للجميع. فبالتالي يجب أن يصل الصوت والتوعية لكل شخص. أنا مع إجراء الدراسات المستفيضة للمجتمع، بمعنى مثلا 30% من وسائل نقل المعلومات هي وزارة الصحة، 30% وسائل التواصل الاجتماعي، شاشات التلفازية تقريبا 25-30% من مصادر المعلومات. هنالك بعض من المواطنين قد لا تصل إليهم المعلومة الصحيحة، فبالتالي الوعي يجب أن يدرس كيف يصل الأمر للمواطن بمختلف درجاتهم وبمختلف حاجتهم للمعرفة. طيب، عندما نطلب الآن دكتور مجدي مرة أخرى بالعودة إليك، نطلب من المواطنين الالتزام عدم الذهاب للمآتم أو المناسبات الاجتماعية بصورة عامة، ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي، الكثير يتحدث إلى متى؟ لكن هل يمكن أن نقول أن هذا الأمر ربما والفيروس كان غامضاً كان أمر مرهق للغاية في دول انتشر فيها الوباء مبكراً منذ يناير أو فبراير الماضي؟ الآن على الأقل نحن نعرف أنه فيه أشياء إيجابية، فيه نور يلوح الآن في الأفق أو في نهاية هذا النفق المظلم عبر لقاحات تطور أو بدأت تسجل فعلاً في دول من العالم، من بينها في روسيا سبوتنيك في وفي غيرها من الدول الأخرى. هل يمكن أن نتحدث عن التزام ربما لثلاثة أو أربعة أشهر قادمة فقط؟ نتكلمون في خطين. الخط الأول أن لا شك أن الالتزام الناس شيء أساسي في المناسبات، القل والحد من الزيارات والجلوس في الطرقات والجلوس جنب بعض كما أساسي. هل هذا الأمر له وقت معين؟ طبعا صعب تتنبأ بذلك، لأن حتى الدراسات اللي قاعدة تتسابق به العالم كله والفاكسينيشنز والتطعيم، التطعيم خوتنا، التطعيم في الدول الغربية الموجود، التطعيم التحكفي في كل مكان، هو تطعيم نوع من الفيروسات تحمل صفات وراثية اسمها DNA. الفيروس هذا سمي كوفيد 19 لأن أصاب الإنسان 6 مرات، اللي قبل 13 كان كله في الحيوانات، والستة هذين نبه به الإنسان في 2003، بعدين مر في 2013 2011 2001 كان، و2003 كان في الصين عن طريق سارس، بعدين مر بمارس اللي هو بتاع الشرق الأوسط اللي كان في السعودية، كان جاي عن طريق الإبل، كان معدلات الوفية فيه توصل لغاية 40%. رغم هذه الفيروسات ما خدتش حقهم في الدعاية، لأن هذه الفيروسات كان الإنسان مصاب في فترة الإصابة بتاعته يعطي المريض، يعطي الناس الأخرى ويعديها. اطمن أن الفيروس هذا خلال 19 نوع الأخير طور نفسه بطريقة إن يجد مخفي الأعراض لمدة 2 أسبوع وينتشر في من غير ما يطلع الأعراض، هنا الخطورة بتاعته. ولذلك واقعيا بغض النظر على التفاؤل العالمي الموجود، لكن واقعيا هذا أسرع فاكسين يندار خلال هذه الفترة، لكن ما زال أخلاقيات، هي في أخلاقيات أو لقاح. الأخلاقيات أنك لابد تجرب على أكبر عدد من الناس، لابد يأخذ مرحلة أولى وثانية وثالثة.
لابد يأخذ عن أكثر من 30,000 شخص. الصين تجرب في لقاح على 15,000 في دبي، تمام؟ أمريكا تجرب في لقاحات لكن على مئات. روسيا طلعت تصريح لكن ما زال ما تبينش، تمام؟ ولذلك الأمل مش هو التطعيم، الأمل هو أنك تحافظ على نفسك من هذا المرض وتأخذ التعليمات صبرا، تمام؟ هيفرج الله عز وجل. في 1918 عند انتشار الفيروس اللي هو الإنفلونزا الإسبانية، تمام، كان ارتدي كمامة أو ذهب إلى السجن، تمام، هذا روح. قبل 100 عام قبل 100 عام، تمام. لكن طبعا حاليا أعتقد كثير من المحطات سكاي نيوز والسي إن إن تحاول تقنع في الناس على هذه الكمامة، لكن ما زالت صعبة أنك تفرضها كقانون، يعني بأمان هي لفتة جميلة من الدكتور لكن صعب فرضها كقانون. ولذلك اهتمام المواطن، وعي المواطن جزء أساسي. عشان كي خلاصة الكلام اللي انقال من تيدرس اللي هو مسؤول الصحة العالمية، إن كل شخص فينا هو مسؤول على الحد من هذا المرض، كل شخص فينا. ما تسمعش الإعلام إن يعطيك أمل إنه أوكي في فاكسين جاي في الطريق، بالعكس هم قالوا لك في شهر 2 إنه مجرد تخش علينا الشمس والحرارة ويتحلل الفيروس، ما شفناش تحلل. زاد في إيطاليا قبل أيام معدودة بالآلاف، زادا ألمانيا أول أمس بالآلاف، رقد ورقب الآلاف. ولذلك هذا الفيروس يختبر في البشرية له ما يقارب عن 40-50 سنة، وهذا الكلام مش كلامي، كلام العلماء. يعني أعتقد في 2000 لما أهديت جائزة نوبل لأحد العلماء المتخصصين في علم العلوم الوراثية، تمام، في الميكروب في علم اللي هو الأحياء، كان يقول في كلمة جميلة من خلال دراسته سنوات طويلة، كان يقول إن البشرية مقبلة على تحدي كبير مع هذه الجراثيم الصغيرة التي عرفت كيف تحول نفسها وتغير شكلها وتغير معلوماتها حتى تتعايش مع جسمنا. فهذا الكلام انقال أمتى؟ انقال قبل 20 سنة، تمام؟ وإذاك رجاء ما ترتهنش بكلمة العلاج جاي في الطريق والاكتشاف. العالم يبذل مجهود كبير جدا، اكتشف هذا الفيروس في وقت قصير جدا، توفرت معامل أكبر عدد من العوامل تشتغل عليه، أعداد كبيرة من البشر والعلماء. هنا ممكن حضراتكم تشوف ناس تشتغل في الخفاء، في برج الأمل تشتغل، في الهواري تشتغل، أطباء يشتغلوا، اللجنة كلها تشتغل، تحاول تقدم، لجنة دفاع تقدم، كلها تحاول، الناس الشرطة اللي مصابين فيها الليل، تعين الأسعاف، كلها تقدم. لكن هذا التقديم لا يساوي شيء لو أن حضرتك ما ساعدتناش. طيب، مرة أخرى أعود إليك دكتور مرعي الحاجي. الكثير يتحدث ويلوم ربما عن جهات مسؤولة أو أخرى، ويقول أنه ربما كان بالإمكان الحد من انتشار وباء كورونا في الأشهر الأولى. هل تعتقد فعلا أنه كان هذا الأمر ممكن؟ في الحقيقة يعني الجهات المسؤولة ممكن كانت تكون في إجراءات زي قفل المدن اللي نادى بها الكثير، زي ما ذكرناه سابقا، الفرض بالأمر أو بالقوة اللي هو التباعد والكمامات ويعني وسائل أو طرق الوقاية. لكن هذا لا يساوي شيء أمام وعي المواطن. الأساس والشيء المهم جدا هو وعي المواطن. إذا المواطن ما كانش في مستوى وعي أنه يقي نفسه، حتى ولو الدولة بذلت كل الجهد مش حتقدر. طيب، لكن بالأرقام أيضا نرصد الآن ارتفاع في إصابات كورونا في مدينة طبرق على سبيل المثال، والكثير يربط بين ارتفاع وتيرة الإصابات وبين الإجراءات الجديدة التي اتخذت على الحدود، وهي إدخال المواطنين دون إخضاعهم لحجر صحي، فقط يكتفون بتعهد يوقع عليه الداخل إلى الأراضي الليبية، وكثير منهم لم يلتزم فعلا بالحجر المنزلي. هل تعتقد فعلا أنه هذا سبب يمكن أن نتحدث أنه ساهم في هذه الازدياد؟ لو افترضنا هذا سبب أو في سبب آخر، هو الأساس لو كان المواطن في مستوى وعي، لو كان في وعي، أي شخص يدخل حتى ولو هو حامل لهذا المرض مصاب، إذا هو ملتزم بارتداء الكمامة والناس الموجودين مرتزمين بارتداء الكمامة مع المحافظة على المسافة الآمنة، حتى المريض مش حينقل المرض، خلاص المرض عنده، يا أما هو يشفى منه يا أما لقد الله تسوء حالته ويدخل المستشفى، لكن مش حينشر المرض. لكن إذا كان ما فيش وعي، مهما كان حتى ولو ما سكرناش الحدود، مناطق ما ينتشر فيها بدو والحدود مقفولة.
طيب لماذا تحولت مناطق إلى بؤر وبائية دون غيرها من المناطق الأخرى؟ لماذا على سبيل المثال سبها والآن هناك ارتفاع في جدابيا وفي طبرق وفي بنغازي، إلى جانب ارتفاع كبير أيضا في المنطقة الغربية بصورة عامة، طرابلس ومصراتة بصورة خاصة؟ لماذا هذه المدن دون غيرها قد يقول البعض؟ في كلمتين يا دكتور أحمد، كل المدن اللي أنكرت وجود الفيروس انتقل فيها وانتشر بشكل سريع. نعم، المدن اللي عندها ترابط اجتماعي كبير، منطقة جنوبية معروفين بالترابط الاجتماعي الكبير، مع للأسف في البداية مانيش عارف الآن، أعتقد أن الآن وصلت للكل أنهم عارفين، لأن يعني وصل المرض قريب يعني تقريبا لكل العائلات أو لعدد كبير من العائلات، فيش حد من أقاربه ما يصيبش في الجنوب. الموضوع هذا هو اللي الآن ممكن بدأ الوعي وبدأوا يعني يخفوا من 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 الزيارات الاجتماعية، لكن أهلنا في الجنوب معروفين ناس اجتماعيين، ناس عندهم ترابط اجتماعي كبير، مع للأسف في البداية الكثير منهم كان ينكر وجود هذا المرض، وهذا هو السبب الانتشار. دكتور مجدي، لديك ما تضيفه في هذا الجانب؟ لماذا مدن انتشر فيها الوباء بسرعة أكبر من مدن غيرها؟ في تفسير علمي لهذا الأمر؟ لماذا المنحنى متصاعد في مدينة ما وغير متصاعد في مدينة أخرى؟ والله إن عوامل عديدة يعني، تمام، التحرك السكاني هذا جزء أساسي، اللي هو طبعا صح تسعى وإنك وتعطي التعليمات بالإغلاق، لكن في أغلب الأحيان يجد الأمر مرتبط بفرد موجود في بوابة ممكن يخش لك اللي بيخش يعني. الحركة بتاع الناس اللي مروحة وجاية من برا، الالتزام وقعد في بيتها كان بيه وما التزمش ما ساعدش، توفر التحليل وعدم تحليله، بعض الناس عندهم ارتباط وثيق ان تشخيص المرض لا بد يعمل التحليل، لكن هذا مش اساس، تمام. واذا كذا حتى في الدول الغربيه اصبحت في صفات معينه تدل على هذا المرض تغني عن التحليل، طلع التحليل بوزيتيف ولا نيجاتيف، الامارات التحليل يطلع موجب او سالب، يطلع المريض والله انا عندي كحه وحراره وكذا، درت التحليل طلع ما عندي شيء، انا يبدا هو يحتك في الحياه بتاع العمليه، ولذا كذا قراءه خاطئه. نحن في بنغازي اعتقد خلال ما يقارب عن 70 73 ما عندناش تحاليل، تمام. في نقطة أساسية ومهمة جدا في الدول الغربية، واحدة من الأشياء المميزة في هذا الفيروس أن أصبح تخصص الأمراض الوبائية مش تخصص منفرد، تم إعطاء دورات لكل الأطباء في كل المجالات في جميع التخصصات حتى يتعرفوا على صفاتها، ولذلك نحن ما زلنا مغيبين على الكلام هذا، يبذل في مجهود الناس المتخصصة في المجال باون الآخر اللي يجي يدير في عملية اللي هيدي في صورة كمبيوتر، احنا شفنا الكلام هذا كله، دار صورة كمبيوتر عنده كورونا، حسبوا حاجة واحدة أخرى، ما خش صورة كمبيوتر وجا بعد احتك شخص آخر، دار قياس، دار تحاليل، ما حدش حس به. لا، وأكثر من ذلك دكتور، نبهت قبل قليل إنه في عدد أيضا من المصابين بكورونا جاءوا بأعراض تسمم غذائي. الله يفتح عليك. أو أعراض نزلات معوية. نعم. وهم مصابون بكورونا. نعم. نعم نعم نعم، انا اذكر يعني وهذه خطوره الوباء، وانا خطوره الوباء انا اتذكر عائله كامله يعني يتصلوا يستشيروا تقريبا خلال شهر من واحد الواحد نازله واخذينها نازله، وعنده فقدان رائحه الشم، فقدان رائحه الشم يعني هذه لم تكون متواجده في الفيروس عند مكان مستوطن في الصين، فقدان رائحه الشم هذه دلاله طلعت في بريطانيا، وطلعت لما داروا يعني داروا عن طريق الأسئلة اللي توضع في الكمبيوتر في الموبايل، وتم السؤال سموها كورونا رادار، فطلعوا إن أعداد كبيرة من الناس يجد عندهم حرارة فقدان رائحة شم، فقدان حرارة شم كورونا، لكن مش معناه أنك تعدي تجري المستشفى، لا لا، غير يا ريت بس تحتفظ بنفسك، كلمة حجر صحي معناه حضرتك بتقعد حجرتك فاتح الرواشن مخلي الروح يخش، ماش تقرب لا مانيليا لا تقرب يد ولا تجي شرشيش، ما عندك حمامك حتى مستقل، حتى سريرك ما تنفضش على طول، لك في اليوم عندك طريقه للتنظيف، لو يخدم عليك انسان صح منعته كويسه، لكن مش معناه حجر صحي مقعد مستر عيالي على اليمين وعلى اليسار واعطيني هالموبايل وتعال ناكلوا بعضنا وقعمز وفلان جايني يزور فيا لاني مريض، لا هذا مش حجر صحي، هذه فندق، هذه مش حجر صحي، تمام. الحجر الصحي قوانينه صارمه مرعبه يعني، تمام، انك معناه تحدني المرض، لأنك لو حضرتك ما درتش حجر صحي مش معناه قعد في الحوش، حجر صحي معناه كل حاجة حضرتك تلمسها أو توطى في أيديك ولا تكحكح ولا تقرب منشفة ولا تقرب صينية ولا تفتح شيشمة ولا تخش الحمام معدية، هذه معناه حجر صحي، معناه حضرتك بتاخذ الالتزامات الكاملة. طيب
فقط أنوه أنه نواجه مشكلة في الاتصالات منعتنا من التواصل مع ضيوفنا عبر الهاتف. كنا سنستضيف وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور رضا العوكلي، دكتور أنس البرغثي، دكتور أحمد صالح الفزاني، دكتور عبد الحميد الفاخري، وأيضا دكتور علي الزرقة. نعتذر منهم جميعا بسبب انقطاع الاتصالات. فقط أعود إليك مرة أخرى دكتور رشاد، هل في نصائح معينة يمكن أن نوجهها للمصابين بأعراض يمكن أن نشك أنها أعراض كورونا، ربما أعراض تنفسية أو حتى معوية أو أعراض أخرى؟ قال الدكتور مجدي ساسي قبل قليل ليس هناك أعراض ربما معينة فقط نشير إليها أنها معتمدة أو نصف فيها كورونا، بل هي ربما أجهزة مختلفة في الجسم يصاب بها الفيروس. اسمح لي قبل أن أجيب على سؤالك، أنا أعود لنقطة ذكرها دكتور مجدي عن بخصوص اللقاح. هو موضوع المناعة ضد الفيروس أو فيروس كورونا معقد كما ذكر الدكتور مجدي. أعتقد أحد أهم الأخبار التي وردت أو استجدت في الأيام السابقة أن الفيروس يمكن أن يعيد الإصابة، يعني المتعافي من فيروس كورونا قد يعود مرة أخرى ويصاب بالمرض أو يحمل أعراض إذا استهتر بأخذ الإجراءات الاحترازية. ذكرت النقطة لأؤكد أن المستشفيات هي أكثر الأماكن تعرضاً للإصابة، وأنا صراحة يعني أحب أن أذكر جهود الأطقم الطبية وجميع القائمين على مكافحة كورونا. هذا المرض هو مرض حديث، كل العالم لم يسبق أن نواجه مرض مثله، فبالتالي الجهود المبذولة بواسطة الأطقم الطبية لا نستطيع أن نتجاوزها. هم يحملون أرواحهم على أكفهم ويتصدون للمرضى سواء كان كورونا أو غيره، وعلى علم أو معرفة ودراية بمدى خطورة الفيروس. فبالتالي يجب أن لا نضع أي مسؤولية على الطاقم الطبي. في الأيام السابقة أنا أحد الأشياء أن الضغط العالي على المستشفيات هو قد يسبب حتى الضغط الاجتماعي والضغط على وسائل التواصل. يجب أن يعاملوا كأبطال، هذه النقطة التي أحب أن أشير إليها. بالرجوع إلى النقطة التي ذكرتها عن النصائح الموجهة للأشخاص المصابين، أول نقطة هي يجب على أي شخص يشعر بأي نوع من الأعراض أن يعتبر أنه مصاب بفيروس الكورونا. هذه نقطة يجب أن تكون لدى أي شخص، يعني كل شخص مصاب زي ما ذكر دكتور مجدي سعال أو ألم في العضلات أو حتى الاضطرابات في الجهاز الهضمي، فقدان لحاسة الشم، كلهم يجب أن يتعاملوا على أساس أنهم مصابين بفيروس كورونا، والبقاء في المنزل وإجراء الإجراءات الاحترازية. في حالة الشعور بضيق في التنفس بعدها يجب التواصل مع الجهات المختصة بهذا الشأن. طيب الدكتور مجدي، إذن ما فيش حاجة اسمها شخص مصاب بسعال أو بكحة ويقول أنا مصاب بإنفلونزا أو من تأثير المكيف، كل الحالات الآن المصابة بهذه الأعراض يجب اعتبارها مصابة بكورونا؟ تمام، نحن الهدف تاعنا نوصل نفس الكلمة، الوقاية خير من العلاج. تمام، فوقايتنا لما نهتم بالمريض ونقول إن هذا عنده كورونا ما فيش داعي يجي المستشفى ويأخذ تعليماته، الأهمية أن تقع على عاتق المريض إن لما يعتبر نفسه عند الفيروس هيحد من انتقال المرض لغيره، وهذه النقطة اللي هو. وإذا كان الهدف الأول في العلاج أو مش في العلاج، الهدف الأول في التعامل مع هذا المرض هو الحد من انتقاله. لكن لو تعاملنا مع هذا المريض، نحن للأسف شفنا مرضى عندهم مثلا التهاب في صدره وقاعد يكحكح ومن مكان لمكان وجاء للعيادة 3 مرات وقاعد ما سمع كم من واحد، بعد 4 أيام طلع كورونا. تبقى الـ4 أيام اللي فات نذينا اللي كان يقعمز وينقل في المرض ويتعامل الآخرين وقعدت في البيت وتعامل هلا معه مش نقل مرض وما انقلش. نحن في عائلات من شخص لشخص لشخص لغاية أمتى تحجر معنا على الناس؟ بيقعدوا 6 شهور تحجر فيهم. ولذلك اهتمام الإنسان وتعامله مع أن المرض إن كورونا. كورونا ليس مرض مرعب. كورونا 80% من الناس يصحوا. كورونا 15% هم اللي ينقص عندهم الأكسجين. 5 يخشوا للعناية. مشكلتنا في 5 هذول يخشوا في العناية المركزة. من كل 5 أشخاص في شخص يستحق إلى دخول العناية. العناية معناها بترهق فريق طبي وراك للاهتمام بهذا الشخص ومحاولة إنقاذ حياته.
الثمانين لو ما اهتموش هيهلكوا غيرهم. لكن شو المشكلة أنه أنا تعاملت مع الأعراض بتاعتي إن كورونا وأخذ بنادول وقعدت في البيت وحديت من تحركاتي في البيت وتحركت مع الغير وقعدت في مكان مروح. بنادول فقط دكتور؟ هم اللي يعطوا فيه عادة هو بنادول فقط، يعني يعطوا يقولوا مهدئات يعني تمام. يعني ما فيش دراسات علمية بالنسبة لهم طبعا. يقولوا دراسات علمية ليش؟ لأنك أنت تتعديت في العالم 20 مليون، العالم كله متصل مع بعضه. لما داروا دراسات على الفيتامين سي، داروا على الزنك، أعطوا البروفين، إيبوبروفين، أعطوا أسبرين، ما لقوش إن هذين فين بنفت. الناس قالت أنا تريح، ما فيش فائدة. الناس قالت أنا تريحت من العرض، لكن هم في الدراسات لم تثبت ذلك. ولذلك أخذ البنادول يعني ممكن حتى لما ينتقل مرحلة الصدر اللي الجو يشتغل يعطي فيه زوماكس إيميثروميسين، يعطي إيميثروميسين حبة بتاعه يوميا تمام. لكن نقطتنا في من؟ نقطتنا اللي ذكرتها بدري، مش كل إنسان عند احتمال كورونا مطلوب منه يجي المستشفى. لا، أنا ذكرت وعدت أن الناس اللي كبار في السن، اللي عنده ضيقة في النفس، اللي عنده السكر وبدأ صدره يتعب، اللي يأخذ في علاج كيماوي، اللي كان عنده ورم تمام. يعني من المزعج حاليا في أثناء انتشار الوباء في بنغازي أن تجد إنسان أموره كويسة وصحته طيبة وكذا، وعنده مرارة كي طلعت في التشخيص يدور دكتور دي العملية. يعني ما هوش الوقت بتاعها، هذه ناس من حالات يعني باردة، يعني مش وقتها، يمكن تأجيلها، يمكن تأجيلها، ويقدر يدور في طبيب. الطبيب ما تزورش العيادات، لا تزور العيادات لو حالتك ما إيش تستدعيش الاستشارة. في أرقام بارك الله فيهم اللجنة الاستشارية دارتها، كلم مستشير، الأطباء الليبيين الحمد لله رب العالمين داروا كمين منطقة في الفيسبوك، أكلم واتصل وأسأل وكلها ترد عليك، ما فيش مشكلة. ما يستدعيش إنك تذهب إلى العيادة وتمشي مكان مكان، لأنك لو مصاب حركتك تعدي، لو مصاب تبي تأخذ تاكسي هتعدي، حركتك بالسعال بتاعك، خشتك المستشفى وكحكحتك كله يعدي، هذا تبي تدير أشعة وتبدير كله يعدي. وإذاك ألبس كمامة لما تبدأ تكحكح ما فيهاش مشكلة. من الأوهام اللي عند الناس إنك لما تلبس الكمامة هذه هينقص معدل ثاني أكسيد الأكسجين ويبدأ عندك ثاني أكسيد الكربون ويصير لك اختناق ما فيش منها الكلام. هذا كلام يعني أضغاث وأحلام ما لاش علاقة بالواقع. هذه أثبتت دراسات علمية ليس لها دلالة بأي واقع، بالعكس أنت تحد من المرض. المطلوب منك أنك تحد من المرض لأن لا يوجد علاج، لأن هذا المرض ذكرت أن جندي مجهول. يعني لما إنسان مسؤول اللي هو مركز مكافحة الأمراض في أمريكا، لما إنسان يتكلم عمره تعدى 70 سنة، 50 سنة خبرة في هذا مجال الأمراض الأوبئة، لما قال أن هذا الفيروس مجهول لي، فقالوا له كيف مجهول لك؟ قال مجهول لي لأنه يصيب 80% من الناس من كمية شخص 80، ما فيش أي أعراض، أموره تمام بسيطة، كحة، حرارة، يمشي في حالة، و20% يقضي على الأكسجين، و5% إلى 2% يقتلهم. أعتقد لما تكلمنا عن معدل الوفيات، يعني إخواننا مش عارف يعلمونا في طبرق لما طلعوا 80 حالة تمام، من 80 حالة توفوا 8 حالات، 8 حالات توفى من 80 حالة. نحن نتكلموا في العالم الغربي يقول 1% و2%، نسبة كبيرة، 9% تمام، 9%. وأنا كنت مع زملائنا غادي في طبرق، 9% يعني رقم راه تمام. وكان عدد كبير منهم، عدد كبير منهم ناس كبار في السن تعدوا أعمارهم 60 و70، وكانوا جايين من وين؟ من عزة. وأول حالتين توفى من عزة، واللي جايتن زيارة توفت بعدهم من عزة. يعني ما خوفش ما نرعبش، لكن الاهتمام واش تبي جيت عزي وتسلم وتعدي، لكن حط في بالك أنت عرض الإصابة تمام. وأنت أيضا تعرض حياة الآخرين للخطر، الآخرين تسبب في وفاة شخص. نعم، يعني قصة هذه من الواقع. يعني امرأة جت زيارة وكانت حاملة وتعبانة وبالمرض، جلست معهم بتت عندهم يوم، السجدت الأخرى ثاني يوم أصيبت، صاحبتها أصيبت الأولى توفت، الأخرى بعد أسبوع توفت، الأخرى سافرت لمصر توفت في مصر. أختم معك دكتور، لو كان لديك أي إضافة في الختام دكتور مرعي تفضل. هو بس إضافة لما ذكر الدكتور أن هذا الفيروس فيروس جديد ما زال تحت الدراسة، في أشياء كثيرة عنا غير معروفة إلى هذه اللحظة. نحن هذا اللي الآن وصلوا له، وهذا اللي الآن من خلال الدراسات أنه هو 80% ما تطلعش عليهم الأعراض، لكن نحن باستمرار يطور
ويغير في الصفات الوراثية متاعه، ممكن 80% هذه حتنقص بعدين، حتقعد اللي ما يطلعش عليه الأعراض أقل، يعني ما نعباش عليها. برضو اللي يقول لك لا هو نسبة الوفاة 2%، من قال إن لما أنا نصاب ما نكونش هو من 2% هذول؟ هذه وفي النسبة، والنسبة في ليبيا قد تكون مختلفة الآن، الواقع تجربة أكبر. نعم أكبر. نعم. فأنا يعني ختاما نصيحة لكل هلنا اللي يسمعوا فينا في أي مكان، رجاء راهو العلاج واللقاح والوقاية من هذا المرض يبدأ من المواطن نفسه. إذا المواطن يعني الحل في يد المواطن، نحن ما نبوش نخوفه أحد. أول النقاط الإيجابية في هذا الفيروس إنه هو عرف طريقة العدوى متاعه وعرف الوقاية متاعها، خلاص الحل عطوه لنا في دينا، يبقى ليش نحن نضيع أنفسنا بعدم وعي. رجاء 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 أحموا أنفسكم، أحموا هلكم، لازم اتباع الوسائل الوقاية اللي منصوص عليها. حتى ولو أنت تعرضت في أي مكان لحد يكون مصاب، مش حتصاب لو أنت متبع الوقاية، والمصاب برضه مش حيعدي لو هو متبع الوقاية وما يعلمش بنفسه أنه مصاب. أكيد لو يعلم بنفسه حيقعد في حجر في بيته أو في المستشفى، لكن مرات نكوننا مصاب ومانيش عارف نفسي. فارتدائي للكمامة مش حنعدي غيري، وفي نفس الوقت لما يكون غيري لابس كمامة وأنا محافظين على المسافة الآمنة بيننا. فرجاء رجاء الوضع بقدر ما هو كارثي، لكن الحل في دينا. في غضون أسبوعين لو والله التزمنا بهذه التعليمات حنشوف المنحنى كيف ينزل، منحنى الإصابة كيف ينزل. وراه مهما كان اللي الإنسان ما يعباش عليه حد، المستشفيات حتكون عندها قدرة معينة، مش حتستقبل ومش حتقدر تستوعب أعداد، يعني في أي مكان، مش لأن في قصور عندنا، لكن هذا في أي مكان. فرجاء رجاء حافظوا على أنفسكم وحافظوا على أهلكم حتى نعيش سعداء في مجتمعنا. لو سمحت لي دكتور رشاد، هل لك أن تختم بنصيحة أيضا؟ هو بكل تأكيد، أولا نسأل الله أن يرفع البلاء والوباء عن عموم البشرية، ونسأل الله يعني أن ينتهي هذا الكابوس عما قريب. أختم فقط بأولا يجب على المشاهدين متابعة أو توخي الحذر في أخذ المعلومة. مشكورة القناة، يعني هي كانت مصدر لنشر الوعي، لكن أتمنى الحرص على الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة بسبب كثرة الشائعات. كذلك أجدد الشكر لكل من يقف ويساهم في القضاء على هذه الجائحة بكل الأطياف وكل المجالات الطبية وغيرها. شكرا جزيلا لك دكتور رشاد شوقي، أستاذ الأحياء الدقيقة بالجامعة الدولية. أشكر ضيفي هنا في الاستوديو دكتور مجدي ساسي، استشاري أمراض الباطنة والقلب وعضو هيئة التدريس بالجامعة الدولية. أشكر أيضا دكتور مرعي الحاجي مدير الخدمات الطبية بمستشفى الكويفية. أجدد اعتذاري لضيوفي الذين كان من المفترض أن يكونوا معي اليوم عبر الهاتف لعدم تمكننا من الاتصال بهم لانقطاع الاتصالات. مشاهدينا بذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من الحدث. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحية معدي أحمد سالم، تحياتي أحمد إقماضي، في أمان الله. شكرا. We'll be right back.
إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن لأنه أصبح له سيف ودرع. محمد أنور السادات.